مساء الخير جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال بإذن الله. متجه إلى أورو 24 حتى أذكركم بمشروع ليفونتو، وبنفس الوقت أجاوب على بعض التساؤلات اللي إجتني خلال الأيام الماضية. ولكن في نقطة ضروري أن أنوه لها، مجموعة من الأشخاص اللي تواصلوا معي بما يخص هذا المشروع، وصار في مقارنات بين هذا المشروع وغيره من المشاريع بنفس المنطقة، ولكن المقارنة لابد أنه تكون منصفة. يعني مش بس نقارن بالسعر، لابد أن نقارن بجدول الدفعات على سبيل المثال. فجدول الدفعات في مشاريع أخرى مثلا على سنة أو سنة ونص بالكتير، وهذا جدول الدفعات على 7 سنوات، فبالتالي بطبيعة الحال حيكون السعر مختلف. حتى المشاريع اللي على جدول دفعات على سنة أو سنة ونص، بقول لك لو حبيت تدفع كاش لك سعر خاص، لو حبيت 50-50 لك سعر خاص، أو لو حبيت على جدول الاعتيادي حيكون في لك. السعر الاعتيادي، فبالتالي جدول الدفعات بيلعب دور بالسعر. 2، التشطيب أو تشطيب المبنى أو تشطيب الوحدات كمان بيلعب دور بالسعر. 3، المرافق اللي موجودة في المبنى كمان بتلعب دور مهم بالسعر. فمشروع مثلا فيه 27 مرفق قدمي مش نفس مشروع فيه مثلا مرفقين أو 3. طبيعة الحال هذا مصمم على أنه وكأنه فندق 4 نجوم، فاليد باركينج، مرافق متنوعة، حدائق معلقة، فبطبيعة الحال حيختلف السعر. فلما نيجي نقارن، هي النقطة، لما نيجي نقارن نكون منصفين بالمقارنة. وطبعا برجع بقولكم، هذا إله ماركته وإله سوقه وهذا إله سوق. في ناس عندها القدرة إنها يكون معاها كاش وتكون الخيارات كلها بالسوق متاحة إلها. في ناس عندها القدرة إنه تضغط نفسها وتدفع على جدول دفعات على عام أو عام ونص. وفي ناس بتدور على مشاريع يكون على سبع سنوات أو على 6 سنوات أو حتى على 5 سنوات. فبالتالي زي ما قلت، كل واحد له فئة معينة. لذلك أنا دائما بس أروح عند المطور بحدد الفئة اللي بستهدفها من هذا المشروع. في مشاريع طبعا عذرا على الإطالة، ولكن في مشاريع أنا دائما بقول إنه هاي ممتازة للاستخدام الشخصي بناء على عوامل معينة، وفي مشاريع بقول إنها ممتازة للاستثمار، في مشاريع بقول إنها ممتازة لارتفاع رأس المال. لذلك بحاول إني أحدد أو أعمل فئات تخدم جميع الأشخاص اللي بتواصل معي، وبالتوفيق للجميع.